تدري ليش يتكلمون عنك؟ لأنك وصلت، لأنك ناجح، لأنك صاحب إنجاز. يتكلمون عنك من وراك لأنهم أساساً وراك، هاي حظهم وراهم، وأنت اللي رايح وشاق دربك. لا تزعل وتضايق لما الناس يحشون فيك، بالعكس ابتسم، ابتسم واستانس. تدري ليش؟ لأنك أنت صرت شغلهم الشاغل، يعني خلوا كل أمور الدنيا وانشغلوا فيك أنت. يبون يحطونك، يبون يوقفونك عن طريقك، فأنت لا تهتم فيهم. طنش ترى التطنيش ما مثله، وخذها قاعدة. الناس لو تعطيهم عيونك وتسقيهم حليب قالوا ترى ما أعطيتنا إلا حاجتين فاسدة. تكلموا فيك من وراء، تأكد أنك في المقدمة، لا ترمى إلا الشجرة المثمرة. تخيل أنك أنت بلا ثمر، بلا نجاحات، بلا وصول، كان الناس ما تحجوا فيك ولا دروا عن هوى دارك، لكنك أنت أثبت وجودك، وصلت، عشان كذي قاموا يتحجون فيك. هالعقليات من البشر تدرون متى يستانسون ويكونون قمة السعادة؟ لما أنا وياك نهتم لهم ونعطيهم مي، لكن إذا خذيناهم على قد عقولهم تجاهلناهم، صدقوني راح يضيعون، وإحنا اللي راح نستمر في فكر الغبي. ولذا أنا قلت هاي الجملة والآن أكررها، من اتهمني ولا دليل عنده أنا خصيمه يوم القيامة.